مالك؟ الحمد لله على السلامة. لا 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 لا، ما تشوفش حاجة، ما تقلقش انت، بس خلص اجراءاتك وهتلاقي لؤي مستنيك بره، هيجيبك على شقتك هنا. يا عم سيبني اعملك مفاجأة، ما تقلقش، يلا انا مستنيك. يلا سلام. دومي، الاخبار؟ مالك وصل بالسلامة؟ لا يا راجل، امتى؟ لسه واصل حالا، لسه نازل من على الطيارة. طب يعني هو البني ادم ده ليه ما بيقولش قبل كده عشان حتى نعمل ترتيباتنا ونحجز له في اي اوتيل عدل؟ بص يا يوسف، هو كلمني امبارح وانا اقنعته بالفكرة، بس يعني ما كنتش متأكد انه هيجي، عشان كده ما قلتلكش. ماشي، قشطة جدا، مفيش مشاكل. طب بقول لك ايه، ينفع نتقابل عندي النهارده بالليل؟ والله يعني اصل انا قاعد انا ومحمود في المكتب بنحاول نلاقي اي طريقة نقنع بيها ياسمين بحكاية الديون اللي اتسددت دي. بصراحة ما لقيناش غير طريقة واحدة بس، شريك دخل معانا في نيكست فيجن وبالفلوس اللي هو حطها كشريك سددنا كل ديوننا. ايوه يا يوسف، بس عشان تلاقي شريك زي ده لازم تبقى متأكد انه مش هيسحب فلوسه ولا هيفض الشراكة لغاية لما تغطي له على الأقل المبلغ اللي دفعه. أكيد طبعا. طيب وأنت لقيت شريك ممكن يوافق على كده؟ للأسف لسه، بس قاعد بقلب في دفاتري القديمة أنا ومحمود أهو. ماشي، طب دعبس دعبس زي ما أنت عايز وأعمل الليستة بتاعتك، بس ما تكلمش حد غير لما نتقابل، أوكي؟ اشمعنى يعني؟ بس برضه سيبني ادرسها شويه. يلا، هتقدر تيجي لي امتى؟ انا هقفل الليله هنا مع محمود واخلص كده واظبط نفسي واجي لك على طول. انت عايزني اجي لك الساعه كام؟ اول ما تخلص اتحرك على طول، انا في البيت مستنيك. طيب تمام، انا بس هعدي على النادي كده ساعتين واخلص بسرعه واجي. ماشي يا يوسف، يلا سلام. خلاص يا متر، فركش، تقدر تمشي انت بقى لغايه اما انا اكلمك. طب وشهدي منك ليه بقى يا معلم؟ وتديله بقى الكلمتين اللي فيهم الخلاصه، وبكده بقى تكون عملت اللي في ضميرك، وتسيبنا بقى بيني وبين ضميري يا ابو ضمير. تمام. اتفضل يا مالك. ده بيتك وده المطبخ، هتلاقي له اي مجهز لك فيه كل حاجه، مش هتلاقي حاجه ناقصه. جوه هنا اوضتك بتكييف، وهنا الحمام، وده المفتاح. شكر شكر جدا. شكر على ايه بس؟ ده انا اللي محتاج لك، انا المفروض اشكرك. انت عارف ايه اوحش حاجه في الغربه يا ادم؟ عارف انك دايما بتحس انك غريب، لا الوقت ولا الناس ولا حتى الفلوس بتقدر تنسيك الاحساس ده. عمرك ما بتبقى مطمن، دايما خايف وضعيف، لأنك عمرك ما بتصدق انك انت من هناك، دايما هتفضل شايفه هناك مش هنا. مش انت برضو بتحس بكده؟ بالظبط، عندك حق. طيب
انا ماشي. لا تمشي تروح فين؟ اقعد معايا شويه. هسيبك تريح. لا رايح ايه يا عم؟ اقعد معايا شويه نشرب حاجه كده وتحكي لي على موضوع الشغل اللي انت جايبه لي ده. هنقعد وهنحكي، بس انت لسه راجع من السفر، ريح وخد لك دش، بعدين انا قريب منك. سلام. ادم شكر. حاسب دماغي من تطوير. انت قصير يعني؟ يا عم انا الحق عليا ان انا بحذرك. ايه رايك في المكان؟ ايه ده يا عم؟ بروسيسور كور اي 7 كارت شاشه جي تي اكس 160 جيجا وهارد 20 تيرا؟ ايه الجمال ده؟ ايه رايك بقى يا معلم؟ تراك في المكان وفي العده. لا المكان زي الزفت ما شاء الله، بس العده ايه؟ ايه يعني هاك الاف بي اي ولا ايه يا معلم؟ عملته امتى؟ اول ما اطمنت ان انتوا بقيتوا معايا خلاص. طب بقول لك ايه؟ هو انا المفروض اقابل الجماعه بتوع شغل الجديد امتى؟ بكره، بكره ميعادك الساعه 10 مع الاتش ار. بعديها بشويه هتقعد مع المدير العام وبعد كده تتفق معاهم بقى هتبتدي الشغل معاهم امتى لانهم محتاجينك قوي. بس انا هتجنن يعني، ما لقيتش غير مصنع سيراميك، مصنع سيراميك قديمه. أكبر مصنع سيراميك موجود في مصر وملكش دعوة بالسوق المحلي. أنت شغلك كله هيبقى في الصادرات، يعني هتسافر كتير عشان أنا عارف إن أنت بتحب تسافر كتير. متشكر قوي يا آدم، أنا النقلة دي محتاجة في حياتي في الوقت ده بالذات. متشكر يا معلم. يا عم أنت هتروشني بقى. المهم كلمت نغم؟ كلمتها طبعا أول ما نزلت المطار. طب وإيه؟ تشوفها إمتى؟ يعني يومين تلاتة كده بس لحد ما استوعب. تستوعب إيه؟ استوعب ان انا نزلت من الامارات على مصر. اه دي حاجه بقى مضايقاك ولا حاجه؟ مش متضايق بس ممكن تقولوا كده متوتر. الحياه هناك غير يا جماعه، مش وحشه بس في عيوب كتير بتتشال من دماغك من اول ما انت ماشي في الشارع لحد الحاجه اللي بتخلصها في المصلحه الحكوميه. صعب قوي تلاقي اتنين بيشتموا بعض في الشارع، مستحيل الا بقى لو كان في مصيبه. الحاجات دي بتفرق قوي. اه بس بتبقى خايف من فكره انك انت ممكن تقع وما تلاقيش حد جنبك، حد يكون بيحبك مهتم بيك ممكن يفديك بحياته. ايوه انا اسمع الكلام ده طبعا. لا هناك بقى مفيش الكلام ده خالص. هناك في يلا نفسي، انا وما بعد الطوفان، كله بيدوس على كله عشان خاطر المصلحه وبالذات ابن بلدك. انما احنا هنا كلنا مع بعض. بصوا يا جماعه انا مش عارف، يعني الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كلام كبير قوي، انا عمري ما حسيته عشان انا ما حسيتش الغربه خالص. بس يعني كل اللي انا حابه يعني في الموضوع ان احنا الثلاثه رجعنا لبعض تاني. ايوه ولو حد فينا وقع التاني يلحقه. ما تيجي نحضن بعض ونعيط. يا اوفر يا ولد الكلب. من غير احضان. لا هو بلاش تعالى. حبيبي الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ماشي. طب والله العظيم يا شادي لو شالوا فريم واحد من اجابتها على الاسئله لكون قلب الدنيا عليهم ويبقوا يوروني بقى يعملوا ايه. هو عنده خلاص يا حاله، دي حته بنت شمال لا راحت ولا جد، يعني مش دي اللي تخسر وظيفتك عشانها. لا مش عند، وكل واحد بقى بيقدر ضيوفه بالطريقه اللي هو عاوزها. حاله كده بقى تلكيك. بقولك ايه يا شادي، انت طريقتك بقت غريبه، انت بتخاف ولا ايه؟ حاله ما تقوليش اي كلام، انا ما بخافش من حد، واللي بتقوليه ده معناه كبير قوي. لا ولا كبير ولا صغير، بس الحقيقه ان انت بقيت بتخاف لو اي حد هوشك. يا حبيبتي لما يبقى في حاجه ليها قيمه نضحي عشانها هتلاقيني انا واقف لهم قبليك، انما دارين دي ما تستاهلش ان انا اخسر وظيفتي عشانها. الحوار كله ما فيهوش ولا كلمه قالتها ليها قيمه اصلا. وانا وانت عارفين عاملين الحلقه دي ليه، شطشطت مشاهده على حبه اعلانات زياد عشان نامن دخول البرنامج بتاعنا في خريطه الموسم الجديد، صح ولا لا يا حلا؟ وانا بقول لك بقى ان ده رايي، وانا مش شايفه ان في اي غلطه في الماتيريال، ولو هم عندهم مشكله مع الماتيريال يجوا يكلموني انا. انت عارفه كده يا حاله انك بتعلمي علينا صح؟
لا انا ما بعلمش على حد. ولا قاعدين عندك بقى على مكاتبهم عارفين كويس قوي ان البرنامج بتاعي بيدخل لهم الفلوس اللي معيشاهم ومقومه القناه دي كلها. ولو انا وانت فكرنا في اي يوم ان احنا نمشي القناه دي هتجيب ضرافه. يا حالة انا خايف عليك انت، افهمين عشان خاطري. شادي بقولك اقفل هبقى ارجع اكلمك تاني. مساء الفل على الغاويين واللي لسه بيتعرفوا عليا عشان يبقوا غاويين زي الباقيين. انا سندس بنت من الاخر، واللي هيشترك في الموقع بتاعي هيشوف كله على كله. سيبك من الخواجات والسيليكون والعمليات، تعال لسندس عشان نسهر مع بعض احلى سهره. وصباح الخير بالليل ودي عربون محبه. يلا عشان انا مستنياك ولابسه القميص بتاعك. اقلعه. أنا كويسة الحمد لله يا حبيبي، أنت عامل إيه؟ لسه عندك في دبي؟ لسه واصل حالا يا حبيبتي، ده أنا حتى لسه واصل عند آدم الفيلا، لسه ما غيرتش بهدومي والله. جيت؟ جيت يا ولد؟ كنت هخلص تليفوني مع نغم وهكلمك على طول. وما شفتش الويتنج بتاعي؟ مش عارف، يمكن مثلا عشان حاطط خطين في نفس التليفون فحصل مشكلة، عادي يعني. عادي. عادي ولا مش عادي؟ مش مهم. انا عايزاك بكره تجيلي الساعه 10 الصبح. عايزاك في موضوع. تحت امرك يا حبيبتي. مش عايزه مني حاجه لحد ما اشوفك؟ لا مش عايزه منك حاجه، بس تيجي في ميعادك. هي مش ناقصه نرفزه يعني؟ عشان انا متنرفزه خلقه منك. معاش اللي يحرق دمك يا حبيبتي. حاضر، بكره الساعه 10 هيبقى عندك. بكاش، مع السلامه يا بكاش. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا عم مالك؟ مالا عزة فيه؟ لبش. يعني قريت لك ايه؟ لبش عزة، لخصت لك الموضوع في عزة. طب ايه؟ تحب نوقف كلام يعني وتفصل؟ لا لا بالعكس بالعكس، نكمل عشان ما افصلش يعني. بقول لك ايه، موضوع الانترفيو ده معلش اجله. ماشي، بس امتى؟ اي حاجة غير بكرة. اعتبره حصل. ليه؟ وانت رايح تقابلها ولا ايه؟ مين دي؟ ريهام عبد العاطي، سكرتيرة راغب بيه يا معلم. لا مش سكرتيرة راغب بيه ولا حتى مديرة مكتبه، بس دي كل حاجة في حياة راغب. يعني تقدروا تعتبروا ريهام دي مفتاح حياة راغب. يعني احنا مش هنقدر نوصل للخزنة ونطلع من المكان ده بكل الحاجات اللي احنا عايزينها الا لو عملنا دراسة تفصيلية لكل سنتي في المكان، من اول ما نوصل للعمارة لغايه ما ناخد اللي احنا عايزينه ونخرج بالعربيه. الكلام ده عمره ما يحصل غير من خلالها هي. بس بصوا، شغل بره ده خلوه على لؤي، هو احسن واحد فينا ممكن يعمله. احنا اهم حاجه عندنا دلوقتي جوه، سواء قبل ما ندخل او بعد ما ناخد حاجتنا ونخرج، اهم حاجه ان احنا نقدر ناخد المفتاح من غير ما راغب ولا المفتاح نفسه يحسه. والمفروض بقى المفتاح ده اللي هو ريهام. بالظبط كده. عرفت بقى انا ليه ما كنتش عاوز اتكلم في الموضوع ده غير في وجودك؟ لان مفيش حد مننا ممكن يقدر يعلق ريهام دي الا انت يا مالك. هو ليه يا جدعان من واحنا عيال صغيرين اي موضوع فيه بنات بتصدرونا؟ عشان انت من واحنا صغيرين وانت سمعتك زي الزفت اساسا وبتاع بنات فما تمثلش. ماشي ما اختلفناش، بس دلوقتي الموضوع مختلف بقى. ليه يعني؟ هو عليه العوض الصحه ولا ايه؟ لا مش كده، دلوقتي بقى في لانا. لانا انا بحبها، مش عايز مشاكل، بس ده شغل. طيب انت هتقولي مطلوب مني ايه بالتحديد وامتى، بس ازاي بقى ومنين دي بتاعتنا. ماشي تمام. انا كل اللي يهمني ان انا اقول لك طلباتنا ايه بالظبط، بس عاوز اقولك على حاجه عشان ما تتصدمش. موضوع تثبيتك لريهام ده ممكن يطول شويه، يعني مش خطوه الخزنه وبس، لا
ممكن يسرح معاك لحد آخر العملية، يعني حوالي شهرين ونص تلاتة. اتفضل. الكلام اللي انت بتقوليه ده مستحيل يبقى حقيقي. يعني ايه؟ دي مش اختها. انا كدابه يا ولد؟ مش قصدي. امال قصدك ايه؟ يعني اكيد في حاجه غلط، يعني هو في حاجه غلط، انا مش عارف انت تجيبي المعلومات دي منين بصراحه، انا مش عارف، يعني ايه جو المخابرات ده؟ جبتها من مكان ما جبتها، المهم انها معلومات حقيقيه، وانت عارف كده كويس. انا عارف؟ انا هبقى عارف حاجه زي دي واخبيها عليكي؟ وعليك انت كمان؟ ليه اهبل؟ بقول لك ايه؟ ما تبصليش كده. اه عارف. بس يعني هتفرق في ايه يعني؟ وانا هتجوزها ولا اتجوز اختها؟ اختها دي هتبقى خاله ولادك. ولا انت مش ناوي تخلف كمان؟ ناوي يا حبيبتي اتجوز واخلف واملالك البيت عيال كمان. خلاص يبقى الجوازه دي مش هتنفع. ليه؟ ما قلنا مش هينفع ان دي تبقى خاله ولادك. خاله ولادك تبقى رقاصه؟ اه بس رقاصه محترمه. مش محترمه؟ ان انا متحرره؟ مش هينفع. هم مسميها ايه؟ مش هينفع. مش هينفع هزار في الموقف ده. طب بقول لك ايه؟ انا ورايا حاجات كتير قوي لازم امشي دلوقتي حالا عشان اخلصها. باي باي يا حبيبتي. باي باي. مالك؟ اقعد. اقعد، جايلي ضيوف وعايزاك تستقبلهم معايا. انت جايلك ضيوف؟ ايوه. طب انا بقى اتكل على الله عشان تقعدي مع ضيوفك على راحتك وما قرفكيش. مالك ما تستعبطش. اقعد. استغفر الله العظيم يا رب. انا داخله المطبخ وجايلك. اتفضلي يا حبيبتي. حاجه تقرف، رقاصه ولبنانيه وابني بيكذب عليا. يا عيني دي اتجننت خالص. ربنا يستر. مادو هي نرمو فين؟ مش عارف. هي خدت بانش في البريك؟ ما ظنش. طب كلميها. كلميها انت. لو مش معاكي كريدت على فكرة ممكن احولك. كريدت؟ الو؟ ايه نرمو انت فين؟ لا والله. في ايه؟ هقولك بعدين. انت في المرسم؟ اوكي يلا باي. يلا تعالي. اجي فين؟ نروح نرمي المرسم. انا عامل ايه في المرسم انا؟ بس حلو شغلك والله. هو فرصة اكتر من انه حلو. اصل وظيفة في ادارة التمويل في المركز الثقافي الفرنسي شغلانة ليها مميزات، ده بالنسبة لي يعني. كفايه ان انا هتعامل مع ناس بطبيعتي من غير ما يفسروا طبيعتي دي بمليون تفسير. ايوه صح. طب يا ولاد عن اذنكم انا هقوم اعمل لكم شاي. طب بقول لك ايه يا حاجه، ما تخليها شربات بقى عشان المناسبه الحلوه دي. نمت لشربات يا شربات. هي فعلا جايباني النهارده عشان كده؟ تخيلي انا مزبهل مش اكتر مني. طب ما تقول لها يا ابني، انا وانت بالذات ما ينفعش نكون غير اصحاب ولا جيران، ده احنا على طول ناقل ونقيل اصلا. لو قلت لها حاجه زي دي هتلاقي الرد جاهز على طول. يا رورو يا حبيبتي مفيش احلى من المحبه اللي بتيجي بعد العداوه. يعني انا مش هموت والله هموت. طب هي بتعمل كده ليه؟ عشان مش عاجباها البنت اللي انا عايز اتجوزها، عندها تحفظات. تحفظات ايه؟ هبقول لك بعدين، ما انت خلاص اتورطتي. لا انا ما حدش يقدر يورطني. بقول لك ايه؟ اتكلم. اقول لك بس خليك على نفس التراك. ايه؟ انا نسيت السكر. لا يا حبيبتي اقعدي، مش عايزين سكر. اروح اجيب لكم سكر. خليكي معانا يا طنط، احنا عايزينك. اقعدي اقعدي، مش عايزين سكر. قول لي بقى، انت فعلا عايز تتجوز؟ طبعا عايز اتجوز. امال عايز يهزر؟ وبعدين انتوا مناسبين لبعض جدا، ده انتوا متربيين مع بعض، الباب في الباب. ايوه بس ده مش مبرر. اكيد مش مبرر طبعا. لا سؤالي ما وصلش صح. اه انت فعلا عايز تتجوزني انا بالذات؟ لا، ولا انت عايزه تتجوزيني انا بالذات؟ ايوه صح، عشان كده انا بسالك. اصل يا طنط لما بيبقى في علاقه حب بيبقى في معطيات بتخلينا نفكر قبل ما ناخد اي قرار. عارفها، والمعطيات دلوقتي محسوبه اكتر. انت فظيع. الله يخليكي. شايفه طنط؟ شايفه ميزه العيش برا مصر؟ طيب امتى بقى فاضي عشان نناقش المعطيات دي؟ والله بص انا مشغول يعني اليومين دول شويه، فممكن تديني مثلا 10 سنين كده وابقى. 10 ايام طبعا يقصد، بس هو بيحب الهزار. كويس قوي،
انا كمان هكون خلصت المهرجان اللي انا مفقوده فيه. طب كويس. بقول لك يا حاجه، ما تقومي تجيبي لي سكر عشان انا اشرب الشاي بالسكر. طب السكر جنبك يا سكر. طب انت اللي سكر. قومي بقى، بلاش استصرب، قومي بقى. طيب خدتك انت الجلاله، عماله ترزعي فيا. من نفسي يا مالك، ما انت عارف ان كان نفسي ابقى ممثله. خليني بقى اتقمص الدور شويه. تقمص براحتك يا حبيبتي، بس واحده واحده عليا، انا مش ناقص. حاضر ماشي. سلمي على ماما يا حبيبتي. كسفتني، ما قمتش توصلها ليه؟ على رجلك ناقش الحل ده؟ بنت جميله وشبهكم كده. لا شبهنا ازاي بقى ان شاء الله؟ لسعه وطقه وبتتكلم فرنساوي، تخرج وتتعايق بيها كده. الله، وانا هتجوز واحده بقى عشان لسعه وطقه وبتتكلم فرنساوي؟ ايه اي كلام اللي انت بتقوليه ده؟ ما تستعبطش يا واد، هتتجوز واحده حلوه زي القمر، عندها شغلانه مهمه، بنت ناس، ناس شرفة. طب ما احنا لو رحنا تقدمنا لنا هتتعرفي على اهلها وتعرفي ان هم بنت ناس وان هي اهلها زي الفل وناس شرفة. ناس شرفة؟ اه. وبنتهم رقصة؟ خليني ساكت احسن، دي اعراض ناس. استغفر الله العظيم يا رب. بقولك ايه يا ولا، انت قاعد لي ليه في البيت كده؟ ما وراكش شغلة ولا مشغلة؟ قوم شوف شغلك. طب ما انا هموت وامشي بالصبح، انت اللي لازقة فيا زي الخفاش. خفاش في عينك، قليل الادب. سلام. مع السلامة. مع السلامة. وبقول لك ايه؟ نعم. اعمل حسابك، الموضوع ده هيتم وهيتم قريب قوي، هم 10 ايام زي ما قلنا. رد. سلام يا عزه. ايه الشعر اللي فاروق بيعمله؟ يزعلني قبل ما يزعلكم. وده يخصك في ايه؟ انتوا كده كده اصحاب ليكم مصالح مع بعض. ومع ذلك رافض ان ابنه يرتبط ببنتي الوحيده. اللي هي أجمل وأهم حاجة في حياتي كلها. عارف ده معناه إيه؟ وإحنا أصحاب وبيننا مصالح زي ما أنت بتقول. معناها أكيد إن في حاجات بينك وبين بعض عاملة مشاكل. لا، حاجات لنا ولا غدا نعرفها ولا لينا علاقة بيها أصلا خالص. من ناحية اطمن، أنا وأبوك تاريخنا مع بعض زي الفل. أمال هيكون ليه يعني يا بابي؟ مستقل بإيه؟ شايفني مش قد المقام؟ انا راغب منصور ولا سليم؟ انا لولا عارف انك بتحب بنتي وشاريها زي ما انا بحبك وانت مستعد تعمل اي حاجه علشانها. هلا انا لما بعرض جسمي بعرضه لانه انا بحبه لجسمي. بعدين في سؤال، انه هالعالم اللي عم يفرق معهم كثير انه اذا غطيت جسمي ولا كشفته ولا تصورت ولا عملت، اذا جسمي صار فيه اي مرض رح تفرق معهم؟ ايوه يا ادم. لا لسه راجع البيت من شويه، مخنوق بس عندي شويه مشاكل كده. لا يا عم انزل ايه، لا 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 مستحيل، ما فيهاش دماغ خالص. اه يا عم تعالى طبعا بيتك. ماشي حبيبي، مستنيك، مع السلامه. يا
يعني انت بتعترفي بصراحه انك بتقصدي نشر صور جريئه ليكي وبتستمتعي بردود الافعال على السوشيال ميديا حتى ردود الافعال المعارضه ليكي؟ مش مشكلتي انه هالمجتمع المتخلف مصمم انه يعلم العالم كيف يخلون يتكسفوا او يخجلوا من جسمهم، بس المجتمع ده انت عايشه فيه، ولولا ان انت شايفه ان المجتمع ده متخلف ما كنتيش حسيتي بتاثير جسمك عليه، كنت هتبقي عادي زيك زي اي حد تاني. اي حد تاني؟ بصي كده ولا كده، هيك ولا هيك، انا بعرف انه ما في مني كتير ولا هون ولا برا، بعدين انا كتير مبسوطه بحالي وعاجبني حالي. غريبه ان انتي متمسكه برايك ده بالرغم ان رايك خسرك اهم الناس في حياتك. هو مع كل مكسب في خساره، بس مع كل خساره كمان في مكسب. اطلع فاصل، اطلع فاصل. بس اللقاء لسه مخلص. ان شاء الله تختمه لوحدها، انا هبقى احطه قبل الاعلانات. اطلع يا عم بقى. تمام. هنطلع فاصل ونرجع مع الفنانه، لو ينفع نسميها فنانه، دارين. فاصل ونعود. مساء النور يا دكتور، انا اسفه عشان بكلمك في وقت زي كده، بس انا لازم اشوفك بكره. لا انا حاسه بحاجات جديده، نصر الظهر. طب ما ينفعش بعد كده؟ لا عندي بروفة بس. ستة كويسة أوي. شكرا يا دكتور، مع السلامة.